ملي غيوصل الانسان عند البسيكولوج ولا البسيكياتر دائما كنسولو الشخص يعني على فوقاش بدات هذه الحاله، شنو هما الحاجات اللي سبقوا التواجد ديال هذه الحاله. فملي كيكون الامر متعلق باحتراق مهني ما كنصيبوش عوامل اخرى، كيقول لك الشخص انا مزيان في الحياه ديالي، يعني ما عندوش ما جاش بواحد الصدمه معينه ولا بواحد الاعراض ديال الاكتئاب اللي كانت كتجي من قبل والدواء عليها ولا عمرو ما الدواء عليها. يعني كنصيبو ان هذه الحاله هذه موازيه للضغط الكبير اللي هو عاشو في الخدمه واللي كيحكي لك عليه، كيقول لك كنخدم ما كنوقفش نهار كامل في الخدمه، ها المشاكل اللي واقعين لي مع الناس اللي معنا في الخدمه ولا مع لي دوسي اللي خاصني انني كجو دوا تريتي ولا يعني، وهذا الشيء عقلي ما كيحبسش فيه. وكناكل بالزربه في النهار كناخذ واحد اللقمه ديال الماكله باش نقدر نكمل، او بعض المرات ما كناكلش حتى الثمانيه الليل او التسعود ملي كندخل للدار، وفي الليل ما كيبقاش يديني الناس. دونك هنا كاين خصوصيات ديال الاحتراق النفسي اللي مرتبط ما هو مهني للشغماناج اللي لازم ان الاخصائي النفسي او الطبيب النفسي كيعرفوا هذا باش كنعرفوا المشكل وكنعرفوا اشنو اللي خص. واوله هو ان الانسان يهبط من الريتم ديالو.